بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. نتكلم بإذن الله عن أسئلة القبر الثلاثة، عما يسأل عنه الإنسان بعد الموت. تسأل أول ما تسأل من ربك؟ من الذي خلقك؟ من الذي رزقك؟ من الذي أرسل الرسل وأنزل الكتب؟ تقول ربي الله. الذي خلقني ورزقني وأنزل الكتب وأرسل الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام. إذن لابد أن أعبد الله ولا أعبد غير الله. بما عرفت الله؟ لو قال لنا قائل ما هي الأدلة على وجود الله؟ كثيرة، الأدلة كثيرة جدا على وجود الله، وممكن أن نلخص الأدلة في أربع أدلة إجمالية. العقل والحس، يعني شيء يدرك بالحواس، يدرك بمشاهدة أو بالسماع. نعم. وكذلك الفطرة، لأن الإنسان يولد وفطرته وما في داخله يؤمن ويصدق بأن له رب واحد خالق مدبر سبحانه وتعالى. نعم. وكذلك الشرع، الأدلة من الكتاب والسنة. إذن هذه أدلة إجمالية أربعة، وإلا الأدلة كثيرة على وجود الله. هذا الانتظام البديع في الكون، طلوع الشمس وغروبها والمجرات والبحار والأنهار والأشجار وتعاقب الليل والنهار، هذا الدقة البديعة في هذا الكون لا يمكن أن تكون إلا وأن لهذا الكون خالق واحد مدبر سبحانه وتعالى. الثاني تكون في كرب وشدة، تنزل بك نازلة، تنزل بك مصيبة، ماذا تصنع؟ ترفع يديك إلى السماء، تدعو الله أن يفرج، تذهب هذه الكربة عنك، تذهب هذه المصيبة عنك. بعد الدعاء تجدها تذهب. هذا دليل على وجود الله. كل مولود يولد على الفطرة، يولد على أنه موقن مصدق بأن الله سبحانه وتعالى هو الخالق، لا خالق غير الله ولا رب غير الله. نعم.
الرابع الأدلة من الكتاب والسنة، وهذه كثيرة على وجود الله. نعم، مسألة مهمة ننبه عنها. الحكم على الأشخاص، الحكم على فلان أنه كافر، فلان مسلم، فلان منافق، هذا ليس لي ولا لك ولا لفلان ولا علم، هذا لكبار العلماء للمحاكم الشرعية. إذا نحذر كل الحذر من إطلاق الأحكام على الأشخاص، فلان كافر، فلان، هذا لا، هذا ليس لنا، هذا لكبار العلماء للمحاكم الشرعية. نعم. نحن نريد الآن أن نتعلم حكم صرف العبادات لغير الله. أخذنا أن أي عبادة تصرف لغير الله فهذا هو الشرك الأكبر. وسنذكر في الدرس القادم إن شاء الله بعض الأمثلة للعبادات، وقلنا أنه لا يمكن أن يصرف شيء من العبادة لغير الله. لأن العبادة حق لله سبحانه وتعالى، والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.